نجية ولا المعروفة عامة بالحاجة نجية، معروفة في الدومين ديالي وحتى في لونتوراج اللي أنا كنعيش فيه واللي كنخدم فيه. هاد الحاجة نجية بديتها لاج دو 18 سنة من مواليد 4/4/1958. بديت حياتي المهنية كطفلة صغيرة باقا يالله بديت في حياتي، بديت برومي با، بديت في المستشفى الجامعي بالدار البيضاء، خدمت تقريبا فيه نص عمري، زهرة عمري قضيتها في سي اش موريزكو. من بعد تحولت لسيدي عثمان اللي عشت فيه بقية عمري 20 سنة اللي هي في المجموع 40 سنة. خدمت في شتى المجالات، خدمت في بلاصة الولادة، خدمت في الجراحة، وفي آخر عمري كملته في ليزيرجونس المستعجلات. أنا غنقول لكم على هذه المهنة، هذه ميتي كنقولها ميتي نوبل بالفرنسية، وبالعربية ملائكة الرحمة. هاد الطابلية البيضاء، هاد الجنود اللي لابسين طابلية بيضاء قلوبهم بيضاء وهما لابسين بدلة بيضاء، كيأدوا الأمانة، كيكونوا دائما في الصفوف الأمامية. كل مرأة ممرضة من هذا المنبر كنقدم لها تحية وكنهدي لها باقة ورد بمناسبة عيد المرأة. هاد الجائحة اللي كانت مصيبة، ولكن كنشكر المغرب والسلطات ديالنا من مخزن، من بوليس، من دراكيين، من قياد، احتواوا معنا المنظر ديال كورونا، لأن كورونا كانت تقريبا جاحت العالم كله، كل شيء مأثر منها، واللي الناس حنا قدرنا نخرجوا من كورونا بسلام وخير، دليل أننا حنا استأنفنا، درنا استئناف ديال يعني العمل ديالنا وحياتنا الطبيعية. ما اختاريتي هذا الميتيل اللي أنت كي بغيتي تعطي فيها، خاصك تكوني تضحية، تضحية النص ديال الممرضة من صفاتها ديالها، راه النص ديالها خاصها تضحية، يعني كتنكري ذاتك، تنكري وليداتك، تنكري كل شيء، وكتلقاي امك راه هي في الدار مسكينه معاونك في وليداتها، وما نساوش الراجل اللي راه هو كيقسم معك المعاناه ديالك. انا كنناشد من هذا المنبر، كنناشد كاع العيالات والعيالات الحرات، العيالات كلهم كسحوا كاع جميع المجالات، وخير دليل ان اول مراه مساقه الطياره هي مراه مغربيه. المراه في كل ما جا، في التجاره، في التجاره الالكترونيه، في التجاره الحره، المرأة في الميادين ديال في العسكر، المرأة في جميع المجالات. أنا كنقدم تحية إجلال وإكرام للمرأة اون جينيرال، تبارك الله عليهم العيالات وسيغتو المغربيات، العيالات اون جينيرال ديال العالم، ولكن المغربيات غير. المرأة كتشكر في أي بلاصة، فيما مشيتي المرأة المغربية ولاو كيعطيو بها الأمثلة، ويعطيو بها ديال الطبخ، ديال الأناقة، ديال الجمال، ديال المعاملة في جميع الدول العربية وحتى الدول الأوروبية، ولاو كيخداو المرأة المغربية قدوة.